مرحبا بنات، شلونكم؟ ان شاء الله ربي تكونون بخير. اشتاقت لكم هواية ورجعت اليوم سويت لكم فيديو جديد. طبعا شوية ما متعلمة على نفسي، ما متعلمة على روحي، شعري شوية متغير اليوم، خلي اكستنشنز. اول مرة بحياتي اخلي اكستنشنز بشعري، شعري دائما يطول فما محتاجة ابد اكستنشنز، بس لانه صورت فيديو ويا واحد صديق عندي هو هير ستايلست فسوينا فيديو سوا، ف سوالي هاي التسريحة، هذا الموديل. هسه خلونا نبدي بالفيديو. اليوم راح اشوف لكم شغلات اشتريتها بالفترة الأخيرة، احتياجات هواية 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 اشتريتها بهاي الفترة، فقلت اشاركها وياكم، اشوف لكم شنو مشتريه. طبعا مو كلها اشتريتها بمرة واحدة، قسم اشتريتهم اونلاين، قسم اشتريتهم من سيفورا ومحلات ثانية، فيا خلونا نبدي. طبعا اول شيء راح ابدي هذول الوايبس من اولي هنريكسون. طبعا اذا مسوي لي فولو على انستغرام تعرفون او شفتوا الستوري اللي نزلته على منتجاتهم الحاليه اللي دا استعملها، المنتجات اللون البرتقاليه. طبعا كلش كلش حبيتها، ان شاء الله راح اسوي فيديو عن بشرتي، الشغلات اللي حاليا دا استعملها لبشرتي، الغسول والكريمات وكل شيء من هاي الماركه. كلش 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 زين، استعملت واحد منها، سوري شويه زغلت. حبيت كل منتجاتهم من هاي الماركة، فمن هيك اشتريت، حبيت اجرب هذا وهم انا كلش حبيته. اشتريت هالشغلتين من فينتي بيوتي، نزلت طبعا جديدة نازلة بالسوق، هي صراحة ما اعرف هي اي شادوز هايلايتر يعني جلو مثل بلاش او هايلايتر ما اعرف، بس صراحة انا ما اعتبرها هايلايتر لانه خلي اشوفكم الوانها كلش غريبة. يعني شوفوا مثلا هذا ما دا يبين هسه بالكاميرا زين، بس هذا سوري لونه سمائي وهذا لونه ما اعرف. صراحه انا اخذتهم حتى استعملهم كاظلال لانه الوانهم حلوه وغريبه. اخذت هذا اللون اسمه ساند كاسل ومنتد موجيتو، واخذت هذا اللون اسمه ميموزا سانرايز وسانجريا سانسيت. هاي الوانها ما تبين من الضوء، هذا اشوفكم اياه. بعدني ما مستعملتهم هذول صراحة، جداد كلش حلوة، الوان غريبة وحلوة، لون وردي على بنفسجي واللون الاورنج، الاورنج على قولة اللبنانيين. واخذت هاي العلبة من بنفيت اسمها بلاش بار، شوفت لكم اياها على انستغرام، والله بعدني ما مستعملتها حتى اشوف لكم اياها هنا. تيجي بيها خمس، والله ريحه، تيجي بيها خمس الوان، هذا اللي هو البرونزر المشهور، واربع الوان من البلاشز المشهوره مالتهم، وفرشة همينة. علبه كبيره حلوه بها الالوان اللي تستعملوها يوميا، وسعرها كان كلش مناسب وهي كمية محدودة ليمتد اديشن، فحبيت اخذها. واخذت هذول هم من فينتي بيوتي الليب جلوس ويا الهايلايتر، واحد من الهايلايترز اللي نزلتهم بالبداية كلش كلش حبيته، يجي بلونين، واحد من الالوان كنت استعمله لانه كلش احبه هواية، بس اللون الثاني ما كنت احبه. واني طبعا كلش محظوظه لانه نزلت اللون اللي احبه هيك صغير، شوف ايش قد حلو ويا الليب جلوس، لان تعرفون ايش قد احب الفنتي ليب جلوس. واخذت هم انا هذا من بنفيت الجيمي براو، واخيرا رجعوه، كانوا قاطعين فتره ورجعوه هسه، اشتريته اني، وبعدين ورا فتره البنفيت راسلتني وحبوا يدزوا لي شغلاتهم يعني كهديه الي، بس المهم هسه صار عندي اثنين، راح اسوي لكم ان شاء الله جيف اواي قريبه، يعني هديه راح اخلي لكم هذا بي لانه ما راح استعمله، عندي ثاني دا استعمله. ما اعرف اذا شايفيه، هو مسكارا مال حواجب كلش صغير كلش كيوت، وشوفوا فرشته شقد صغيره. ستيلا جليتر اون ذا جو، هذول مثل يجون مثل الاي شادوز بس على شكل كريمي وتثبت. ما كان عندهم الالوان اللي اريدها بالسايز الكبير، بس كان عندهم اياها بهيجي صغار يجون بهاي العلبه، فاخذتهم، الوانها كلش كلش حلوه.
أحب هذا اللون، خلي أسوي لكم يا سواج. أو شعري. هذا اللون اسمه كيتن كارما. هي شفت حلو لونه، عندهم ألوان كلش كلش حلوة. فأني خذت هذول الثلاث ألوان، إجت على مثل السيت. واحد منهم اسمه سمولدرينج ساتن، والثاني اسمه روز جولد ريترو، وهذا اللي سويته سواتش اسمه كيتن كارما. خذت الفول سايز السمولدرينج ساتن، هذا راح استعمله للشغل. هم من ستيلا اخذت هم من الاي شادو اسمه كيتن كارما، همنا هذا لونه كلش حلو، هذا حبيته، هذا اشتريته الي. ما اعرف يعني هو ما راح يبين على كلهم بدها تبين نفس الالوان. اشتريته لان حبيبتي الغالية عذراء ورطتني بيهم، كلش حبتهم، فقلت اني بدي اجربهم. واخذت هذا الفيكس بلاس نازل جديد من ماك، المثبت اللي اني دائما استعمله، نزلوا منه بس شوفوا بيه مثل اللماعي. اتمنى لو تقدرون طبعا تشوفوه على الحقيقة شقد حلو بيه مثل اللمعة، تخلوه على الوجه يعطيكم جلو كلش حلو. كان عندهم واحد على ذهبي وواحد على ورديات، اخذت الورديات اكثر، شفته ديلوق ويا بشرتي. بس شوفوا ما اعرف مدى يبين يمكم هوايه، بس يخبل كلش كلش حلو. بعدني ما مستعملته بس جربته هناك بالمحل وكلش كلش عجبني. اوه هذا اخذت هذا من تو فيس اسمه ليب انجكشن. طبعا هو مسوي للشفايف، تخلوه حتى خلي الشفايف مالتكم بلامب حلوة، يعني ينفخ الشفايف. صراحة بنات هواية مجربة نوعيات، النوعيتين الوحيدة اللي حبيتهم هما واحد من ديور كان عندي اياه خلصان كلش كلش زين، وهذا هسه من تو فيس همينة كلش كلش حبيته. جربوه بنات راح تحسون يعني من صدق يسوي شيء، ينطي فرق، يخلي شفة شوية النفوخ، يسويها وردية وحمرة. وهم أنا من تو فيس اخذت هذا المثبت مع المكياج اسمه الهانغوفر 3-in-1. طبعا الكل يستعمله ومن زمان ردت اني اجربه، فقلت اشتري هالمرة خلي اجربه، لانه اني خطية ما عندي هواية مثبتات للمكياج. تعرفوا ايش قد عندي وبس اشتري. هذا هو الكل يمدح بي، الكل حبه، فحبيت اجربه اني همين، فنشوف اذا اني راح احبه او لا. طبعا الاشياء اللي اشتريتها راح اجرب لكم اياها بفيديوهات ثانيه بنات، وراح تعرفون اذا حبيت المنتج او ما حبيت. وهمين من بنفيت اخذت هذا الكونتور اسمه هولا، فظيع بنات فظيع، جربته مره واحده اني اسفه همين اذا غلط، فظيع 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 فظيع، كلش حبيت هذا الكونتور. اتمنى بنات تجربوه راح تحبوه كلش. هسه راح اشوف لكم هذا الباودر، اشتريت هذا الباودر من ماركه اسمها لابريري. طبعا هاي الماركه كلش غاليه، اللون اللي اخذته اسمه ترانسلوسنت 1، هم عندهم لونين ترانسلوسنت 1 وترانسلوسنت 2. هذا ينطي على وردي، والثاني ينطي على صفار، بس حبيت هذا على وردي اكثر لانه انا احب الاندر اي هايلايت، احب جو عيوني تكون فاتحه، فاخذت هذا. طبعا هذا سعره 130 دولار بودر للوجه، 130 دولار. ما اعرف ليش يحكي يرقص، ما نعرف ليش، بس المهم بالعلبه تجي لكم علبه كبيره وعلبه صغيره فوقها. هاي العلبة تفيدكم للسفر، وهاي العلبة الكبيرة تستعملوها للبيت، يعني يكفيكم المدة هواية. بس ستيل هم يعني بودر سعره 130 دولار، ما اعرف شو يسوي صراحة. راح اجربه هذا همينة بنات وانطي لكم رأيي بيه، لان بعدني ما مجربته هذا اللون. وهسه راح اجيلكم على هذا البرايمر من سيسلي، الماركة اسمها سيسلي. طبعا هو هم برايمر وهم يجي ككريم للوجه بشغلات كل الزينة للوجه. هذا البرايمر راح اشوف لكم اياه اول شيء حتى تشوفون العلبة اذا اقدر افتحها. هاي العلبة دا شوفوها
سعره $220. بس هذا البرايمر من طلع لي هسه ماك وحده مستعملتها ما قالت انه هذا من احلى البرايمرز اللي مستعمليه بحياتهم. فمن هالقد ما شفت بنات يحكون عليه صراحه قلت لازم 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 اجربه. يعني صراحه سعره كلش خيالي، كلش كلش خيالي، بس بعدني ما مجربته. بس قلت لكم اشتريته لانه من صدق التجربه، لانه الكل حبه والكل قال انه يعني صحيح غالي بس يعني مثل ما نقول يستاهل. فراح اجربه واكيد اكيد راح اقول لكم اذا حبيته او ما حبيته. من ماك طبعا انا كلش اشتري شغلات من ماك لانه اكثريه الشغلات اللي استعملها للشغل هي من ماك. اخذت البريب اند برايم هايلايتر، تجي الوان هوايه يعدهم اللون الاصفر بس انا اخذت اللون البرتقالي اسمه بيتش لاستر. اخذته حتى لانه جوع عيني صراحه حاليا، مرات تتعب لانه انا ما انام زين، جمعه سبت والاحد ما انام زين لانه اشتغل اقعد من الصبح فعيوني تكون دائما تعبانه. اشتريت اللون البرتقالي واشتريت هاي الحمره همنا من ماك اسمها فيل سو جراند، لونها احمر كلش حلو. واخذت من نارس هاي الحمره اسمها جيت ات اون، واحدة من زبوناتي كانت جاية يمي سويت مكياج فكانت جايبة هي حمرتها، كانت هاي من نارس كلش كلش حبيتها. هي مطفية بس بنفس الوقت من تخلوها تحسوها كلش ناعمة على الشفايف، ما تحسوها جاف، لونها كلش عجبني كلش حلو. وطبعا أنا كلش أحب منتجات، شوفوا لونها هيجي نود فاتة وأني أحب منتجات نارس. فهاي أول حمرة صراحة أجربها من نارس، أتمنى تكون زينة. وهم أنا أخذت من إنجلوت، طبعا هي ما تجي هيجي، أخذت آي شادوز أظلال، هي تجي كل واحدة واحدة بس أنا طلعتهم حتى لصير هوسة خليتهم كلها بالعلبة. هاي كولكشن جديدة من إنجلوت بالتعاون مع جينيفر لوبيس المغنية. فأني أخذت طبعا هي هواية ألوان وحمر وباودرز بس أنا بس اختارت هاي الأظلال بعض من ألوانها لأن كلش حبيتها. وطبعا راح تشوفون الأظلال، هي الأظلال اللي دائما أنا أستعملها هاي الألوان. العلبة تشتروها وحدها، أنا أحب أظلال إنجلوت صراحة، نوعيتها ممتازة. يعني شوفوا صراحة أخذ لكم خذت لكم هذا اللون، شوفوا يخبل. إنجلوت نوعياتهم أكثر من ممتازة وأسعارها كلش كلش مناسبة، مو كلش غالية أبد. هذا شعري، شنو رأيكم بنات؟ قولوا لي حبيتوا شعري لا extensions بلا extensions، قصير طويل؟ يعني أنا كان عندي شعر طويل وقصيته وهسه خال extensions. عندي حتى واحد من الفلوجات ماتي شعري من كان طويل، واحدة من البنات كانت مسوية تعليق على الفيديو كاتبة هاي لابسة باروكة. أنا بعمري ما أعرف شنو الباروكة أصلاً وشون يخلوها وشون يلبسوها. وهسه وأخيراً اشتريت هذا الماسك من ماركة استرالية اسمها ساند اند سكاي. هذا همينه طبعا هو ماسك مو مثل الطين، شلون نقول طين خاوة نفس الشيء، بس هذا وردي. ماخذيه عندنا هنا جزر او بحور بها الطين الوردي، فهم ماخذيه من هناك. طبعا تجي ويا فرشة صغيرة حتى تخلوه. وهذا هو هذا هم أنا اشتريته لأنه دعايته بكل مكان، على اليوتيوب على الانستغرام على الفيسبوك، والكل قال زين، الكل قال زين. هذا هم أنا بعدي ما مجربته، راح أجربه وأقول لكم إذا حبيته لو لا. بس أنا ليش اشتريته صراحة؟ لأنه البنات اللي جربوه يعني دا يشوفونا الريزولتس بالفيديو مو بالصوره. هسه اذا صوره نقول يمكن راح مخلي مثلا مصفين الصوره بالبرنامج او مخلين فلتر فدا يبين الوجه حلو، بس هذا لا، دا يشوفولك يعني قبل وبعد الماسك بفيديو. فصراحه كل الفيديوهات اللي شفتها لاحظت فرق كلش كبير، فمن هيك قلت اريد اشتري. هذا همين اجربه ان شاء الله واقول لكم عليه على الانستغرام. فمك شور تسووا لي فولو على الانستغرام حتى تعرفون اذا حبيته او ما حبيته. واخر شيء هاي الجنطه، طبعا هاي الجنطه انا مو انا اشتريتها لان اشتري شغلات فنتي جديده من سيفورا ذاك اليوم، فقالوا لي هاي الجنطه هديه. اوه ايش قد حلوه، هسه فتحتها. بس تعرفون انا ايش قد عندي جنط مكياج هيك صغيره، عندي كوما، فيمكن هاي هم انا اخلي لكم اياها بالهديه اللي راح اسوي لكم اياها عن قريب، لانه حرامات ليش ما استعملها اني؟
فعلى الاقل نعطيها لكم انتم تستفادوا منها. وهم اكو في شيء بنات مشتريتها قبل فتره هوايه وبعدني ما مستعملتها، قد اسوي لكم فيديو عليه صراحه بس ما صار عندي وقت وما سويت، هسه خلي اشوف لكم اياه اللي هم هذولا. اسفه كلش اسفه بنات، والله خطيه هوايه بنات على الانستغرام من نزلتهم طلبوا اسوي فيديو عليهم بس والله ما صار عندي مجال اسوي لكم فيديو، فهسه راح اجرب لكم اياه كلش هيك على السريع بس حتى تاخذون فكره. هذول هم انا من منتجات فنتي نزلت، هذا جلو مال جسم، وهاي هم انا تجي الباف هسه اشوف لكم اياها تجي مثل سو كيوت مثل البوم بوم يعني، بس شوفوا جمالها. أوه. لونها وردي بس ما دا يبين لانه اكو ضوء هوايه، طبطبون هيك على جسمكم وهم ينطيلكم جلو ولمعه حلوه للجسم. راح اجرب لكم اياها هسه، طبعا هي تجي وياها فرشه بس صراحه انا ما لحقت على الفرشه، الفرشه انباعت كلش بسرعه، بس راح اجرب لكم الجلو. هذا هو البطل، اللون اللي انا ماخذته اسمه هو نيدز كلوز، منو محتاج هدوم. راح اخليه هنا واو اوه ريحتها شكلها طيبة بنات. اوهو بس شنو كل الزيتي ما اعرف ينشف ما ينشف، اخليه شوية هنا اخليه على ايدي يبين. هي خلينا نشوف المفروض تضربوها هيجي. طبعا انا حسب ما شفت بالفيديو قالوا لازم تضربيها يعني تضربيها هوايه حيل كم مره الى ان تبدي اللمعه تطلع. وقامت تطلع بنات شوفوها ايش قد حلوه، شوفوا بنات شلون قامت، اذا تشوفون على وردي هي بيها لمعه مثل الوردي. طبعا ما اعرف بنات اذا دايبين يمكم لو لا بس لون هيجنن. خلينا نخلي شوي هنا تشوفون بنات شلون قامت تلمع، كلش حبيت شكد حلو وخلصت. هذا هو كان كل شيء الفيديو اليوم، ان شاء الله يا ربي عجبكم الفيديو، واذا عجبكم لا تنسون تسووا لي لايك 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 وسووا شير للفيديو ولا تنسون المشاركة بقناتي، وأعوفكم بأمانة الله وأشوفكم إن شاء الله بالفيديو الجاي. باي.